شيرين ياسين مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة. أستاذة شيرين، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الجولة. يعني للأسف كما تقول الأمم المتحدة، الهدنة فشلت في السودان. ماذا عن باقي المساعي من الأمم المتحدة أو من المجتمع الدولي لمحاولة تهدئة الأوضاع؟ أهلا بك. بالفعل حديث المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجريك جاء قبل موعد إعلان الهدنة الإنسانية، لكن من خلال محادثاتنا مع مكاتبنا هناك في الخرطوم فالقتال كان لا يزال جاريا وكانت لا تزال الأوضاع متوترة، ولهذا السبب يعني لا تزال المطالب وننادي بوقف القتال، ننادي جميع الأطراف بوقف القتال والسماح على الأقل بهدنة إنسانية لعدة ساعات أو حتى ل 24 ساعة، هدنة إنسانية أو وقفة إنسانية يتمكن فيها الأشخاص المدنيين من الذهاب التوجه لشراء حاجياتهم. نحن الآن في شهر رمضان، للتوجه إلى المستشفيات، لاصطحاب ذويهم إلى المستشفيات، إلى مكاتبنا لتتجمع، على طواقمنا للتجمع، ولكي نتمكن من تقييم ما يحدث هناك. طيب أستاذة شيرين، يعني الحديث حول الهدنة حوله الكثير من الجدل والتضارب، ما الذي حدث لمحاولة الوصول لهذه الهدنة التي أصلا لم تحدث؟ يعني كيف تم التواصل، ومن الذي أدى استعداده لقبول هذه الهدنة، وما تفاصيل آلية الوصول إليها؟ الممثل الأمين العام في موجود الآن في الخرطوم، وسيد فولكر بيرتس، وهو في حديث متواصل مع جميع الأطراف ومنذ يوم السبت في الحقيقة، منذ اندلاع القتال، وهو يشدد ويدفع باتجاه إتمام تلك الوقفة الإنسانية حتى ولو لبضع ساعات. والتركيز الآن حتى من قبل تلك الأطراف الخارجية التي لديها نفوذ على الجماعات الموجودة في السودان، التركيز الآن على دفعهما باتجاه تنفيذ تلك الهدنة الإنسانية.